أنا أقدم لحضراتكم اليوم دواء فريد ورائع جدا، يسمونه في العلم يونيك دراج. دواء فريد له أكثر من استخدام واستخدامات متنوعة، ولكن احترس، لا تتناول هذا الدواء إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء وبكل دقة، واحترس من تناول أي أدوية مع هذا الدواء. أين الدواء؟ اندرال 10، اندرال 10 انجليش، اندرال 10 مادة البروبرانولول، مادة البروبرانولول. هذا الدواء له استخدامات متعددة، طبعا هو من ضمن البيتا بلوكر، فبيستخدم في خفض الضغط. خلي بالك فترة نصف العمر لهذا الدواء 6 ساعات، فخلي بالك من تناوله مع أدوية تانية. يبقى رقم 1 بيخفض الضغط، رقم 2 بينظم ضربات القلب، رقم 3 بيعالج القلق والتوتر ورعشة اليد، رقم 4 بيقلل الضغط على البورتال فين اللي في الكبد، فبيقلل ويعالج دوالي المريء، وبتلاقيه دايما مكتوب على روشتات الليفر سيروزيس أو تليف الكبد. أيضا رقم 5 بيمنع تحول التي 3 للتي 4، وبناء عليه بيعالج الهايبر ثايروديزم. هرمونات الغدة الدرقية لما بتزيد وبتعمل جحوظ في العين، الاندرال بيساهم في العلاج بقوة، ولكن لا تتناول هذا الدواء إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء وبكل دقة. الإندرال 10 سعر الشريط 5 جنيه فقط. السلام عليكم.